هنقلب الكيكة ونخبط ونحطها بالشكل ده. دلوقتي هنقطع الكيكة نصين. وهنبدأ نقطعها لدوائر صغيرة. اوعوا ترموا الجزء اللي باقي من الكيكة، علشان ممكن نستخدمه في حاجة تانية ونعمل بيها كرات كيكة جميلة صغيرة. وهنمسك الأجزاء اللي فضلت مننا وهنقسمها برضو لنصين بالشكل ده. هسألكوا يا ترى إيه أكتر كيكة كنتوا بتاكلوها وإنتوا صغيرين؟ أكيد كيكة الشوكولاتة الطرية اللي مليانة بالكريمة وعليها كريز. هنستخدم هنا كريز أحمر، وأنا كنت عاملة هنا شوية كريمة قبل كده، هستخدمها في الكيكة بتاعتي. ولو عايزين احنا كمان ممكن نعمل الكيكة اكتر من طبقة. وهنجيب الشوكولاتة اللي كنا محضرينها من قبل كده. ونحط كمان شوكولاتة مبشورة. أنا كنت عاملة قالب شوكولاتة تاني وهلزقه من فوق على القالب الأولاني بالشكل ده. ودلوقتي يلا نعمل عيد الميلاد. علشان ندي شكل للكيكة بتاعتنا هنجيب شاكوش وهنكسر الكيكة. أياً كان مين صاحب عيد الميلاد ده، أنا هاكل الكيكة بالنيابة عنه.